أرى معدم، أرى قتلوني أنا، فرتكوني ولي بغيتو مني أنايا، ولا تتعزلوا الفقارة ما تقدش تدير لشي واحد لاباس عليه. ما نسمح لي لا في لا خيرة. السلام عليكم وتحية لهاد الإذاعة اللي وقفت معايا وغادي تساعدني وتعاونني. ودابا أنا تنطلب من الشعب المغربي خارج الوطن وداخل الوطن، درت واحد القناة جديدة، كان ضربوا لي القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الثالثة، ضربوا لي هذا اللي ضرب لي القناة الثالثة ادى لي 2,024,000 ريال اللي اداها ليا. وانايا واخا دفعت شكايه الوكيل الملك، الله يخلف عليه وكيل الملك، وعطاني ورقه باش ندي لا بيجي تاع اناسي، واناسي ما استقبلونيش قدامي تشرقت الورقه، واخا دفع السي الاستاد وكيل الملك تشرقت قدامي الورقه، والمخزن ما عطانيش حقي، الوكيل عطاني حقي والمخزن ما عطانيش حقي، المخزن ما عطانيش حقي، وهذا الشيء اللي تنطلب من ربي يخلص. واش مشات لك يعني انت ما عندكش معنى ما عنديش 5 شهور دابا تنعرف انايا علاش ديتو عليا، ماشي لاباس عليا انا باش ديتو عليا، انا ما عنديش عندي صنطات الميكا وديتو عليا، شنو اللي بغيتو مني انايا؟ ولا تتعزلوا الفقراء ما تقدش دير لشي واحد لاباس عليه، باه برلماني ولا باه شي حاجه، انايا فقير تقتلني تعذبني، ديتي لي 2,024,000 ريال وما دفعت شكايه للوكيل الملك المحكمة اللي في عين السبع، وعطاني الورقة باش نمشي للكوميسير في أناسي، والمخزن ما عطانيش حقي، المخزن ما عطانيش حقي، دابا شكون؟ راه عندي الله والملك. ما عرفت اخويا العذاب. نهار الأول العذاب اخويا، نهار الأول داخل بدري بحال ضريف والصلاة والدين. راه كاينين شي وحدين تيدخلوا بالصلاة والدين باش ياكلوا الناس الفقراء فلوس. لا حول، باش ياخذوا فلوس الفقراء، انا راه ما غاديش نسمح ليه، ما نسمح ليه لا في الدنيا لا خيره، دا لي 2,024,000 ريال ودا لي القناه، وقال لي بغيتي القناه تاعك، اعطيني 24,000 ريال. رسالتك للمغاربه. المغاربه انا كلشي، انا راه دابا درت القناه تاعي. شو سميتها؟ بسم الله الشوا. انا درت قناه تاعي جديده وتنتمنى من الشعب المغربي كلشي يدفق عندي. هذيك تاع ابوني تاع 1,114,000 ابوني اللي فيها بيسي اوفيسيال ما بقاتش عندي، تهرسات لي هرسوني. انا باش ما بقاوش ابونين فيها يخرجوا من ديك القناه. تنتمنى فيها مشكل، عندي مشكل فيها، موقفين ليا اليوتيوب موقفين ليا، وعييت ما ندفع ليهم، عييت ما ندفع اليوتيوب ما برجع، وهذا اليوتيوب اللي دافع عليهم انايا عمرهم مصيفطين لي الدرع، الدرع عندي بيسي اوفيسيال، عندي الدرع هو عندي الدرع في الدار، خصهم يحلوها ليا، راه معدم، راه قتلوني انا فرتكوني، هذا دار لي 2,000,000 وقال لي بغيتي القناه تاعك عطاني 24,000 وعطيتو 24,000 وضربني هرسني كلشي، ماشي لي 2,024,000 ريال. ما عنديش وعطيتو 24,000 خاو لي 2,000,000 وعطيتو 24,000. رسالة للمغرب، المغاربة كلهم خارج الوطن وداخل الوطن، تنقول لكم خوكم بسم الله 5 شهور ما تخلص، تنلوح الفيديوهات واقفة عليا، ما مخلصش فيها، ما تنستافد منه والو، أنا تنلوح فيها الفيديوهات وما تنستافد منه، وتنقول لك أنا تنطلب من الشعب المغربي، تنقول لهم الله يرحم الوالدين، غادي ندير قناة جديدة، غادي ندير قناة جديدة فيها بسم الله والشواء والتحية للناس المحمدية، أنا كازا وأي مدينة في المغرب ما استفدت منهم والو، تجي دقيت على مدينة الزهور، الخويا حسن الجعبة وخويا حسن الشواء، هما اللي دقيت عليهم قلت لهم البيبان كلهم تسدوا عليا كيفاش تحلوا لي هذه المشكلة واستقبلوني. الحاله ما بقى فينا حنا صراحه بقى فيا انا والاخوه بقى فيا قسما بالله العظيم. المهم اول حاجه بعدا كنشكر ميديا لايف على هذه الاطلاله اللي كتجد ديما كتجبد الجديد وكتوقف مع الدراري مساكن اللي مثلا بحال الحاله ديال الاخ بسيلا ماشي تعرض للنصب والاحتيال، بسيلا تعرض للتخربيق، انا الناس اللي كانوا مجيرين ليه القناه ما كيعرفوش يجيريو، حل لي القناه بالاسم ديالو وحل الاصل بالاسم ديالو، بالاسم ديال السيد اللي كيجيري ليه، وحل الكونت ديالو بالاسم ديالو. الوقت اللي وقع نقاش بينه وبين بيسيلا بغاو يفكوا الشراكه عطاه القناه بلا اتس، ملي سي بيسيلا بغى يدي يحل القناه بغى يحل اتس جديد لقى مشاكل فيها، لقى 24 مشكل اللي فيها،
دخلت المراجعه وضربوا لي المعلم دولار ما بقاش كيتخلص فيها. هذه رساله للمغاربه انهم يتعاونوا في قناه حاجه واحده اللي كنطلب من المغاربه انكم تعاونوا مع بي سي ال لانني قررت ملي جا دق الباب ديالي ما يمكنش انا مثلا راه بي سي ال صديق ديالي راه اكثر من 50 وانا كنعرفو جا عندي دق الباب الحاجه الوحيده اللي انني كنشوف انني غادي نحل لي قناه جديده باسمه باسم الصديق ديالي حسن الشوق غادي نسميها بي سي ال الشوق اللي غادي يديروا فيها تحديات زوينين ويكون داكشي ان شاء الله في متناول الجميع وغتكون فرجه زوينه لجميع المغاربه. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل باخر الاخبار.